Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année du collège, le deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires, la deuxième séquence, le transport des particules issues de l'érosion des roches. Et dans le sénamite sénat ou les édadi, le maqta al-tani, naql, nawatij, hat al-sukhur. Alors, comme toujours, on commence par « je pose le problème ». Les produits d'érosion qui sont transportés sous forme solide ou soluble, le plus souvent par l'eau, cependant par le vent aussi, ou bien le vent aussi peut les déplacer, jusqu'au lieu plus ou moins éloigné où ils se déposent. Comment sont transportés les produits de l'érosion? عرفنا انه كينتج على ظاهره الحت عناصر يا اما غادي تكون حتاتيه صلبه مختلفه القد او عناصر دائبه وكل هاد العناصر الناتجه عن الحت اللي كنسميوها لي برودوي ديروزيون كلها غادي تتعرض لعمليه النقل لو ترونسبور في غالب الاحيان هاد نواتج الحت تنقل بواسطه المياه لكنها ايضا يمكن أن تنقل بواسطة الرياح. السؤال المطروح كيف يتم نقل مختلف نواتج الحت؟ Alors, on passe directement à la première activité. Les débris de roches arrachées à la montagne sont transportés par les torrents dans la vallée. Et pour A, on a amas de débris rocheux sans classe, non classés, transportés par un glacier. Iden, radin bdaou bilwatiqa l'oula, c'est A. Donc, les matériaux arrachés au relief sont transportés par à l'état dissous ou à l'état solide, qui sont des particules très fines, les argiles, particules plus grosses, de taille très différente, cailloux, gravier, sable, etc. Par les torrents, les rivières et les fleuves, jusqu'à la mer au milieu de leur dépôt. إذن كنعرفوا أن نقل نواتج الحت أو نقل العناصر المقتلعة من التضاريس اللي هما لي غولييف كتكون إما على شكل مواد دائبة بمعنى على شكل محاليل أو عناصر حتاتية صلبة اللي هي مختلفة القد عندنا عناصر اللي هي دقيقة هضرنا على الطين وأيضا على الرمل الدقيق وعندنا عناصر اللي هي كبيرة القد مثل الحصى والجلاميد الى غير ذلك وهذا النقل يتم قلنا بواسطه مياه السيل او بواسطه مياه الوديان والانهار الى غير ذلك الى ان يصل الى البحار او الى اوساط الترسب المختلف alors le document B les matériaux qui se détachent des versants de la montagne sont véhiculés par le glacier et déposés lorsque celui-ci fond دو ان امبيلمون روشو اذا هذا المنظر كنشوفو خصوصا في المناطق الجليديه بحيث يؤدي انجراف الجليد الى نقل العناصر الحتاتيه الكبيره القد الشيء الذي يؤدي الى ركامات جليديه في سفوح الجبال ابري جو باس او دوكيومون سويفون الوثيقه الثانيه لو دوكيومون 2 واتسوس شارجي دو سيديمون ان بيريود دو كرو إذا ندي هنا منظر لواد سوس خلال تهطل الأمطار. إي دوزيام دوكيومون سي دوكيومون بي مانيبيلاسيون دو ميزون إيفيدونس دو بارتيكول ترونسبورتي. وهنا عندنا واحد المناولة بسيطة كتمكننا من الكشف عن بعض العناصر المنقولة من طرف مياه النار خلال تساقط الأمطار. إذا اللي نعرفوا هنايا على انه اثناء تساقط الامطار كنلاحظوا على ان المياه تتعكر وتاخذ لون غالبا لون الطين او التربه وهذا المياه الامطار كتنقل العناصر الدائبه والعناصر الحتاتيه الناتجه عن الحد وكتلقي بها بطبيعه الحال في الانهار وكتكون هذه العناصر الحتاتيه والمواد الدائبه كتكون حمولات الوادي او حمولات النهر وغالبا هاد الحمولة كترتبط بطبيعة النهر يا إما نهر صغير أو كبير إلى غير ذلك وأيضا كنشوفوها أنها كترتبط أيضا بقوة جريان المياه وأيضا حجم وقد العناصر اللي كتكون منقولة
إذا المناولة البسيطة اللي غادي نشوفوا بعد ذلك، وهاد المناولة قمت بها أيضا في القسم. فنأخذ عينة، alors on va prélever un échantillon de trouble de l'ouad. بمعنى نأخذ واحد العينة من الماء المعكر من واد أثناء تساقط الأمطار، ونضعها في إناء زجاجي ونتركها تتوضع لمدة ساعة. بعد ذلك ماذا نلاحظ؟ إذا هنايا ديبو دو سابل اي دو بو، صافي أنه كيوقع لنا توضع للرمل دو سابل، لابو هو الوحل. تخي بيان، أبخي جو باس أو تخوازيام مانيبيلاسيون، أو بيان دوزيام مانيبيلاسيون اللي هو لو دوكيمون 3. Ici, on a une modélisation des conditions de transport des particules par un cours d'eau. بمعنى أن هاد المناولة غادي تمكننا من فهم ظروف نقل العناصر الحثاثية بواسطة مياه الأنهار، بمعنى أن سنقوم بوضع نموذج لهاد الظروف اللي كتخلي هاد العناصر الحثاثية كتنقل، قلنا بواسطة مياه الأنهار. إذن شنو كنلاحظو هنايا خلال هاد المناولة؟ alors la manipulation ci-dessous permet de comprendre dans quelles conditions des particules sont transportées par un cours d'eau. Ainsi, les élèves construisent des maquettes qui montrent que le résultat du transport varie en fonction, premièrement de la pente, de la force du courant d'eau et de la taille des éléments. إذن هنا هاد المناولة قلنا غادي تبين لنا ظروف نقل العناصر الحثاثية بواسطة مياه الأنهار، وغادي يقوموا التلاميذ بوضع هاد النماذج سوسون دي ماكيت، وغادي يحاولوا يعرفوا بهم شنو هي هاد العناصر أو هاد العوامل اللي كتأثر على نقل العناصر الحثاثية. منهم غادي نلاحظوا ألوغ لابونت بمعنى انحدار، وغادي نشوفوا لا فورس دو كورون بمعنى قوة التيار المائي، وأيضا قد العناصر المنقولة لا طاي دي زيليمون ترونسبورتي. هاد التجربة كتبين على أن عندما نقوم برش الماء على عناصر حثاثية مختلفة القد موضوعة في أعلى الحوض، إذا ملي كنقوم برش قلنا واحد كمية قليلة من الماء، كنلاحظوا فقط العناصر الدقيقة هي اللي غادي تنقل. العناصر الدقيقة كنقصدو بها الطين والرمل الدقيق. وعند رش كمية كبيرة من الماء، هنا كنلاحظوا بالإضافة إلى العناصر الدقيقة اللي تنقلت، غادي تنقل أيضا العناصر الحثاثية الكبيرات القد والمتوسطة. إذا من خلال هذه التجربة شنو استنتجنا؟ استنتجنا على أنه كلما اتجهنا نحو مصب النار، كنلاحظوا على أنه انحدار المجرى كيقل، بالتالي لا بون دوفيان دوس، فتنخفض لذلك سرعة التيار المائي، وما كيمكن تنقل إلى العناصر الدقيقة، بحيث أن غادي نلاحظوا أن العناصر الحثاثية كتوزع من المنبع إلى المصب، من الأكبر قدا إلى الأصغر قدا. alors comme conclusion on peut dire que en ce qui concerne le transport on distingue selon la taille des particules le transport en solution, le transport en suspension et le transport des grosses particules par charriage sur le fond. أيضا نقول كخلاصة، عرفنا على أن المياه الجارية كتنقل عناصر الحث إما مود حرجة في القعر، ويتم ذلك قلنا في حالة العناصر الحثاثية الصلبة والكبيرة بحال الجلاميد والحصى إلى غير ذلك، إما كتكون عالقة في المياه أون سيسبونسيون، وهنا كنهضرو على العناصر الحثاثية اللي هي دقيقة مثل الطين والطمي إلى غير ذلك، أو سو فورم دو سوليسيون سافودير على شكل دائب في الماء مثل الكلس والملح. Activité 2. Rôle du vent dans le transport des produits de l'érosion. دور الرياح في نقل نواتج الحث. Alors, le document 4. Plage et dunes. Alors, les plages et dunes sur la côte atlantique au nord de Rabat. Document 5. Dunes en croissant près d'Erfoud. Et document 6. Roches sculptées par le vent au Sahara. Alors, هنا كنلاحظوا دور الرياح في نقل نواتج الحث. اذا في الوثائق عندنا كتبان رمليه، هاد الكتبان الرمليه كنقدروا نجبروها على طول الشواطئ، وبطبيعه الحال هنا كتبين لنا نقل العناصر الحثاثيه اللي كتنقل بواسطه الرياح وكتراكم بطبيعه الحال، وكتشكل لنا فين ما لقات شي حاجز كتشكل لنا ما يسمى بالكتبان الرمليه. وكنلاحظوا ايضا نقل هاد النقل بالرياح
في المناطق الصحراويه بحيث بهبوب رياح قويه مسؤوله عن نقل الرمال وتشكل ايضا الكتبان الرمليه. Alors, j'ai dit que le vent soulève et accumule le sable contre le premier relief, formant obstacle. Il construit ainsi une dune côtière. Quand le sable est arrêté par un rocher, un obstacle, Hajis, il s'accumule à l'avant de cet obstacle. Le tas de sable grandit et prend une forme de dune en croissant, pente douce du côté d'où vient le vent. إذا لاحظوا بلي هنايا هاد لي دون دو سابل كيعطيونا اتجاه الرياح، فدائما اتجاه الرياح كيكون من هاد الجانب، بمعنى الجانب اللي كيكون فيه اللي كتكون فيه لابونت دوس. تخي بيان، ألوغ بونت بلي فورت دو كوتي أوبوزي، لا دون سو ديبلاس كيلك ديزان دو متر باغ أون. Le vent continue de faire remonter les grains de sable sur la pente douce, puis il roule sur le deuxième versant en pente forte. Ces grands champignons ici de pierre proviennent de l'érosion exercée par, sur les roches, même les plus dures, par les vents forts chargés de sable à grains durs quartzeux. إذن هنا كيبان قوة الرياح في حتى هاد الصخور، فكيبان هنا الصخرة كأنها نحتت، وذلك راجع بطبيعة الحال لقوة الرياح، وبالخصوص عندما تكون محملة بحبيبات الرمل، وخاصة بحبيبات ما يسمى بالكوارتز اللي هي حبات المر. لي غران، ألوغ جي دي كو لي غران بروجيتي باغ لو فون إي كي أكيار أن أسبي مات كاركتيرستيك باغ أوزور لي زان كونتخ لي زوطخ إي غوت تو لي غولييف أ غاد دو سول دونو أنسي دي فون بارتيكوليار أون شامبينيون. وكنعرفوا على أن هاد الحبات المر اللي هما لي غران دو كوارتز غالبا ما كيوقع بيناتهم اصطدام. Alors, je passe au document 7, aspect des grains de sable après du transport. Oula, après le transport. Actuellement, les sables se déposent surtout en rivière, sur les plages et en mer près du rivage. Alors, l'analyse morphoscopique réalisée sur un sable lavé permet la recherche de la nature de l'agent de transport, donc d'usure. On répartit les grains en trois grandes catégories. Alors, قبل ما نهضر على لي كاتيجوري دي غران دو كوارتز اللي خصني نشرح لكم هنايا على ان الرمل كنقدروا نلقاو ثلاثه تاع الانواع تاع الرمل. ممكن نلقاو الرمل في النار كنسميوه رمل نهري صابل فلوفياتيل، ممكن نلقاو رمل اللي هو شاطئي وفي هذه الحاله كنسميوه صابل دو بلاج، وممكن نلقاو الرمل اللي هو ريحي سي لو صابل ايوليان. وهاد ثلاثه تاع الانواع تاع الرمل كيختلف مكونات ديالهم، وبالخصوص مكونات حبات المرو. اذا باش نحصلوا على حبات المرو من واحد العينه رمليه، طريقه سهله. اولا قلنا للحصول على حبات المرو، اولا كنقوموا بغسل الرمل، نقبطوا العينه الرمليه وندوزوها في واحد المصفات تحت الماء، بذلك نقوم بازاله العناصر الطينيه. بعد ذلك نقوم بوضع حمض الكلوريدريك، الوغ كنزيدو لها حمض الكلوريدريك باش نذوبو العناصر الكلسية، وهكذا بعد ما غادي نتخلصو على من الطين والكلس غادي يبقاو لنا فقط حبات المرو اللي كنسميوهم لي غران دو كوارتز. الوغ لوبسيرفاسيون تاع بلا لوب بينوكولار نتاع هاد حبات المرو، سي سكون نابيل لاناليز مورفوسكوبيك، سا فو دير كنشوفو لا مورفولوجي نتاع هاد لي غران دو كوارتز. الوغ لاناليز نتاع هاد لي غران دو كوارتز كتبينا تلاتة نتاع الأنواع. هاد الأنواع هما، الوغ غادي نلقاو حبات مرو لي غادي يكونو إن أو، كنعطيوهم إن أو سا فو دير دي غران نون، هي إن أو هي أوزي. لي غران نون اوزي، وبالعربيه كنسميوهم حبات غير محزة، بمعنى ما تعرضتش للحز، وبالتالي فكنلاحظوا الشكل ديالهم بطبيعه الحال انهم غير محزة. ابري كنشوفوا النوع الثاني من حبات المر، الوغ كنسميوهم لي زيموسي لويزون، وهما حبات كنسميوهم حبات مدملكه براقه. الوغ لاحظوا معايا الشكل ديالهم، فما عندهمش هاد
les arêtes li huma anguleux fa kanlahdou ala annahum ils sont émoussés, ils sont luisants bimana barraq. Le troisième type de grain de quartz kanatouhom le nom ta RM, ça veut dire rond et mat bimana annahum habbat li hiya mustadira wa ghayr lamia. هاد ثلاثه نتاع الانواع نتاع حبات نتاع المر غادي يمكنونا بطبيعه الحال من معرفه اولا لاجون دو ترونسبور اللي هو عامل النقل، ايضا غادي يبينونا المسافه اللي تنقلوا فيها. اذا من خلال دونك قلنا ملاحظه حبات المر والمأخوذة من عينات رمليه مختلفه كنجبرو ثلاثة نتاع الأنواع اللي هما إغ إم غوماط هي حبات مستديرة غير لامعة، أو إل حبات مدملكة براقة إيموسي لويزون، إن أو حبات غير محزة نون أوزي. بعد ذلك غادي نلاحظو على أن الرمل النهري كيتميز بوجود أغلبية الحبات اللي غادي تكون في هاد الشكل اللي هي حبات غير محزة، وكنلاحظوا على ان بها زوايا. فهاد حبات المر هذه كتدل على ان هذا الرمل نقل او لم ينقل عفوا لمسافات طويله بالماء، بمعنى انه نقل لمسافات قصيره او ان الرمل حديث تشكل. النوع الثاني اللي هما لي زيموسي لويزون اللي هي الحبات المدملكه البراقه، فكنلاحظوا على ان الرمل الشاطئي كيتميز بوجود اغلبيه الحبات ديالو حبات المر غادي تكون حبات مدملكه وبراقه او ال. لماذا؟ لانها نقلت لمسافات طويله بالماء. غادي تقولوا لي كيف ذلك؟ فما تنساوش على ان في البحر فعنا الامواج، والامواج بطبيعه الحال كتنقل لنا هذا الرمل لمسافات اللي هي جد طويله. النوع الثالث من الرمل اللي هو الرمل الريحي، فالرمل الريحي اللي هو كنجبروه غالبا في المناطق الصحراويه، وهذا الرمل كيكون خفيف جدا، وايضا كما كنلاحظوا على انه جد دقيق. فقلنا اغلب الحبات نتاع المر نتاع الرمل الريحي لو سابل ايوليا كنلاحظوا على انها اغ ام، بمعنى ان الحبات نتاع المر حبات اللي هي مستديره وغير لامعه، اذا اكيد انها غادي تكون غير لامعه لانها لم تنقل بالماء عكس الجوج الاولى اللي شفناهم. اذا هنا غير كنلقاو لي غران دو كواز سون مات سا فو دير كو لاجون دو ترونسبور دون سو كا سي لو بون. اي كيما كنلاحظوا اي سون بيان حتى هما اي سون ايموسي، دونك سي نورمال لان منين كتوقع شي زوابع رمليه فكنلاحظوا اصطدام ما بين الحبات، الشيء الذي يؤدي الى ان شكل هاد حبات المرو غادي يكون صغير، وبطبيعه الحال غادي يكون اللون ديالهم ما غاديش يكون لامع لانها تنقل بواسطه الرياح. الوغ كخلاصه لهاد الشيء اللي قلت ان هاد ليتود مورفوسكوبيك دي غران دو كوارتز نو بيرميت دو سافوار تو دابور لاجون دو ترونسبور et puis la distance parcourue par le sable. بمعنى ان الا كانوا عندنا اغلب الحبات نتاع هذا الكوارتز الا كانوا سون نون اوزي او ال سا فو دير ان لو ترونسبور اوتوماتيكمون كان بالماء افيك دو لو، الا كانوا اغ ام مات دونك اوتوماتيكمون لو ترونسبور لاجون دو ترونسبور دون سو كاس سي لو بون. الوغ نشوفوا دابا النقل واش تم على مسافه طويله ولا مسافه اللي هي غير طويله. اذا بالنسبه لي او ال ولا ار ام فاكيد ان المسافه غادي تكون طويله. بالنسبه لي ان او اذا كانوا اغلب الحبات ان او اوتوماتيكمون غنقلوا هذا لو ساب سي ان ساب، يا اما قلنا حديث التكوين يا اما انه نقل لمسافات قصيره. الوغ جيسبر انني نكون شرحت لكم مزيان هذا الجزء نتاع الدراسه المورفولوجيه اللي حبات المرو، لان انا كيبان لي على ان هذا هو او هذا هو الجزء المهم في هذا الدرس نتاع لو ترونسبور. الوغ كنعتذر منكم ما يمكنليش نجاوبكم على لي كيستيون تاع جو رياليز، و كنتمنى ان هذا الدرس تكونوا استفدتوا منه
Merci pour votre attention et à la séance prochaine.